اسمي سراج الحكيم، 26 سنة. أهلا يا أستاذ سراج، خير؟ أنا عندي مشاكل مع البنات. ومين فينا ما عندوش؟ أنت عارف الرجالة اللي زينا اللي على قدر من الوسامة والرقي بيبقى عندهم ملاحقات ومطاردات من الجنس الناعم، ده عادي. لا أنا الحقيقة كل ما أتعرف على بنت وأعجب بيها وأحاول أقرب. فهمت. بتقول لك اتقدم لي وجواز وحاجات زي كده. بص، البنات بتوع اليومين دول ما بيضيعوش وقت، عمليين جدا ومستعجلين، خاصة ان هم قدام شاب زيك او زيي، فدي بتبقى فرص لا تعوض. يا دكتور انا كل بنت بتعرف عليها بتقولي جملة واحدة بس، بتقولي خلينا اخوات احسن. ايه؟ خلينا اخوات احسن؟ خلينا اخوات احسن. الجملة دي تحديدا؟ ايوه. ولو ما عندهاش اخوات بتقولك انا لو كان ليا اخ ما كنتش احبه قدك يا وحيد. وحيد يا سراج، قصدي انت. كمل انت، ايه مالك اتوترت كده ليه؟ هكمل. اتفضل. يعني مثلا انا كان ليا تجربه مع بنت زميلتي في الشغل، وكنت خلاص فاكر ان بدات تاكل دماغك بالكلام عن كريم زميلكم. لا اسمه ادهم. لا كريم، اسمه كريم. تنتهز اي فرصه عشان تقول لك كريم راح، كريم عمل، كريم شكله. وده اسمه التهاب كريمي عاطفي. ده بيبقى مرض في بدايته، بيبقى في ظهور فظيع لكريم في اجزاء كتيره من حياتك، وده بيعمل التهاب في الدماغ لانك من كتر النرفزه بتضطر تهرش في دماغك بشكل مش عادي. اتفضل كمل. عارف يا دكتور اكتر حاجه مؤلمه ايه؟ ان البنت اللي انت بتحبها وبتعتبرك زي اخوها بتكلمك عن شخص تاني هي بتحبه وهو مش حاسس بيها، صح؟ ايوه بالظبط. ما ان شاء الله عنه ما حاسس. مش فاهم انا. ما يولعوا مثلا. احنا مالنا؟ بتقعد تطلب منك افكار عشان خاطر تلفت نظره، بتعتبرك زي اختها مش اخوها. ليه الجزمه؟ هما بيبقوا خايفين من العلاقه. ايوه خايفين فبيهربوا يحطوك في الفريند زون في الضلمة. العيب مش فيهم. العيب مش فيهم، ده في حبايبهم. أما الحب يا روحي عليه. يا روحي. أقول لك أنا بقى تعمل إيه؟ أي واحدة في حياتك ما تديهاش فرصة تقول لك إن أنت زي أخويا. لو واحدة ماشية في الشارع بتسألك على عنوان تقول لها خلينا أخوات أحسن. لو واحدة اتصلت بيك علشان تبيع لك كروت خصومات تقول لها إيه؟ خلينا أخوات أحسن. لو واحدة في الشغل زميلتك الصبح بدري بتكلمك بتقول لك صباح الخير تقول لها إيه؟ صباح النور. لا، صباح الخير خلينا أخوات أحسن، قول لها خلي كريم ينفعك. لا كان اسمه أدهم. كريم ما تخنقنيش. كريم مفيش أي مشكلة خالص. كريم أنا فاهم إن ده احتمال يكون اسمه العلمي كريم، بس أنا عندي مشكلة دلوقتي، أنا كده مش عارف أحب ولا هتجوز. تتجوز إزاي يا ابني؟ كل البنات اللي في العالم إخواتك. طب أعمل إيه؟ أنت ما تعملش أي حاجة، لأن أنا هبقى كويس. من فضلك سيبني شوية عشان مالك؟ أنا اتحسنت دلوقتي الحمد لله. ما تاخدش الأمور بصعوبة كده وفرفش. أرجوك أستاذ سراج، أرجوك اتفضل. مالك يا دكتور؟ اهدى. أرجوك بص سيبني دلوقتي. أنا كويس بالنسبة دلوقتي ليا. أنا الدواء بتاعي والعلاج. اسمع، انسى قصة العلاج والدواء والطب النفسي والكلام ده. سراج خلينا اخوات احسن.